أعلن رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية بغزة التابعة للهلال الأحمر الكويتي أحمد أبو دية اليوم وصول الدفعة الثالثة والرابعة من الجسر الجوي من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى مخازن ومستودعات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. نعم، وأضاف أبو دية أن الفريق التطوعي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي يقوم بالإشراف على فرز وتوزيع هذه المساعدات بين المستشفيات الفلسطينية العاملة في المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة. عقب قطعها آلاف الأميال من دولة الكويت إلى أرض غزة مرورا بمدينة العريش المصرية، وصلت الدفعة الثالثة والرابعة من الجسر الجوي من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتية وصلت إلى مخازن ومستودعات جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، وذلك ضمن المساعدات الطارئة عبر الجسر الجوي والتي ضمت أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم فرزها وتوزيعها على المستشفيات العاملة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل. اليوم تصلنا شحنة ثانية من المساعدات الطبية من إخوتنا في دولة الكويت الشقيقة الذين نثمن موقفهم المشرف على مستوى القيادة أميرا وحكومة والشعب الكويتي الذين كان موقفهم مشرفا على مستوى المستوى السياسي وعلى مستوى الإغاثي للشعب الفلسطيني. وزارة الصحة الفلسطينية عبرت عن خالص شكرها لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر الكويتية على سرعة تحركهم واستجابتهم العاجلة لنداء استغاثة وزارة الصحة وتزويدها بقائمة هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية العاجلة، مؤكدة على جودة وكم وكيف هذه المساعدات المقدرة. لبت النداء الكويت الشقيقة من أولى الدول العالم التي بادرت بالاستجابة وأرسلت إلينا القافلة أو عدة قوافل منها المهمات والمستلزمات الطبية. هذا حقيقة هو ما نريده الآن في وزارة الصحة. نشكر دولة الكويت الشقيقة وأمير دولة الكويت وشعب الكويت الأبي الذي يلبي دائما صرخات غزة وجرحاها. مساعدات جمعية الهلال الأحمر الكويتي تأتي لدعم سكان قطاع غزة المنكوبين إثر استمرار العدوان الإسرائيلي، كما وتأتي كجزء من مساعدات الجسر الجوي الممتد منذ أكثر من أسبوعين والذي ضم أكثر من 200 طن من الأدوية والمساعدات العينية وثلاث سيارات إسعاف مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي للشعب الفلسطيني. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة فلسطين.